في عناوين الظهيرة: بري يدعو إلى حرب كونية على الإرهاب. كيلومترات قليلة ويطبق الجيش السوري على داعش في ريفي حمص وحماة. روحاني: إيران تتخلى عن الاتفاق النووي خلال ساعات. إيالات متحدة أمريكا. طاب يومكم وأهلا بكم إلى نشرة الظهيرة من قناة الجديد في بيروت. حل عيد انتقال السيدة العذراء على لبنان هذا العام، وجزء كبير من أراضيه تحرر بفضل مقاومته وجيشه مع جلاء ما تبقى من مسلحي سرايا أهل الشام من جرود عرسال. فاستراحت البلاد اليوم من صخب السياسة لتعلو أصوات القداديس التي عمت المناطق اللبنانية، قبل أن نكون في المقبل من الأيام مع استئناف السجال بشأن زيارة وزيري الصناعة والزراعة إلى سوريا. وعلى الجبهة اللبنانية كان الجيش يضيق الخناق على تنظيم داعش من جهة وادي حميد، ومع العد التنازلي لبدء المرحلة الثانية من معركة تحرير الجرود، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى إقامة غرفة عمليات دولية لمحاربة الإرهاب وموارده. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعلان حرب كونية شاملة ضد الإرهاب وإنشاء إدارة وغرفة عمليات دولية بإشراف الأمم المتحدة تغلق الأبواب والنوافذ أمام حركة الإرهاب وتجفف موارده ومصادره وتقطع دابره. وأعرب في بيان له بعد العملية الإرهابية التي هزت بوركينا فاسو عن بالغ الأسف والحزن والغضب، مقدما التعازي إلى الضحايا من كل الجنسيات لا سيما اللبنانيين منهم الذين حملوا أحلامهم وآمالهم من جنوب وشمال لبنان بحثا عن فرص العمل والحياة الكريمة. وأضاف أن اللبنانيين ومنذ فجر التاريخ يدفعون حياتهم ثمن مغامراتهم لاكتشاف العالم والعمل الكريم وتوسيع طرق التجارة ونشر أحرف اللغة، لذلك يقعون على طرقات الموت الكثيرة كما الحياة المزدهرة. استهدف الجيش اللبناني بالقصف المدفعي ورجمات الصواريخ مواقع مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك وخربة داوود. وبحسب مصادر أمنية فإن القصف حقق إصابات مباشرة، وأن وحدات الجيش تقدمت في مناطق مراح الشيخ والعجرم ووادي حميد من ناحية جرود عرسال، وذلك في إطار مواصلة عملية إحكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش في جرود رأس بعلبك والقاع. وقد عثر في منطقتي وادي حميد والعجرم خلال عملية التفتيش على كمية من الأحزمة الناسفة والعبوات والقذائف المفخخة، حيث عمل الخبير العسكري على تفجيرها، كما عثر على جثة تعود لشخص مجهول الهوية. شن سلاح الجو السوري غارات مستهدفا رتلا لتنظيم داعش في الجهة الشمالية الشرقية لبلدة حميمة في ريف حمص باتجاه عمق بادية دير الزور، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش ينهار في البادية، وأن الجيش السوري بات على بعد أقل من 25 كيلومترا لإطباق الحصار على التنظيم في ريفي حمص وحماة الشرقيين. وأشار المرصد إلى أن معارك عنيفة تدور بين النظام والعشائر الموالية من جهة، وتنظيم داعش من جهة ثانية قرب مدينة معدان في الريف الشرقي لدير الزور. ومع هذه السيطرة للجيش على المدينة يكون قد أنهى تواجد هذا التنظيم في ريف الرقة. غرد رئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جنبلاط على حسابه على موقع تويتر بالقول: قبل السلسلة والموازنة عالجوا أرقام الهدر الهائلة وأوقفوا مشاريع الكهرباء والاتصالات، داعيا إلى وقف مساعدات المدارس المجانية وعلاوات التعليم المتعددة على حساب المدرسة الرسمية للمدنيين والعسكريين. وأضاف جنبلاط: كفى امتيازات لأسلاك على حساب أسلاك، وخفضوا وسرحوا هذا الجيش من كبار الضباط الذي يفوق الجيش الكوري لكن دون نتيجة. وأضاف جنبلاط إن هذه بعض من الأفكار من بحر من الهدر، أما الترميم المنجز فبات لا نهاية له.
وبالمناسبة سكة الحديد متوقفة منذ 50 عاما، مشددا على ضرورة تعديل قانون التقاعد كي لا يستفيد أهل الجنة أو النار أو شريحة من المتقمصين في الصين وغير الصين. لافتا إلى أن هذه العناوين وحدها كافية إلى حد ما لإخراج هذا العهد والوزارة والبلاد من حالة الركود وربما السقوط. بعد الإعلان نيدق على الخريطة. مرحبا بكم من جديد. من الجنوب إلى الشمال، الاحتفالات بانتقال السيدة العذراء تعم المناطق. عمت الاحتفالات المنطقة الحدودية لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، فأقيمت القضاديس والاحتفالات ورفعت الصلوات في مختلف كنائس بلدات وقرى مرجعيون وحصبية وسط إجراءات أمنية مشددة للجيش اللبناني في محيط الكنائس. ففي كنيسة سيدة الخلاص المارونية أقيم قداس احتفالي ترأسه المطران شكر الله نبيل الحاج راعي أبراشية صور المارونية والمنطقة الحدودية. وللمناسبة عينها أقيم قداس إلهي في كنيسة سيدة النياح للروم الكاثوليك الأثرية في جديدة مرجعيون، احتفل به كاهن الراعية الأب ميلاد كلاس وألقى عظة من وحي المناسبة. وفي كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس احتفل الأب بول الصابر بقداس العيد بحضور أبناء البلدة وألقى عظة من وحي المناسبة. وفي حصبية أحيت لجنة الوقف عيد انتقال السيدة العذراء بقداس احتفالي في كنيسة السيدة العذراء التاريخية ترأسه المتروبوليت الياس الكفوري راعي أبراشية مرجعيون للروم الأرثوذكس، يعاونه لفيف من الكهنة. وفي عكار ترأس المطران أدوار جورجيوس ظاهر راعي أبراشية طرابلس وتوابعها للروم الملكيين الكاثوليك حفل وضع الحجر الأساس لقاعة الكنيسة، ليترأس بعدها قداس عيد انتقال السيدة العذراء في كنيسة سيدة النجاة في بلدة الشيخ محمد، يعاونه لفيف من الكهنة بحضور النائب رياض رحال ورئيس البلدية طلال خوري ومنسق هيئة التيار الوطني الحر في عكار طوني عاصي. وفي صغرتة التي يشكل عيد السيدة محطة لقاء أهالي صغرتة والوافدين إليها من مختلف المناطق للاحتفال بهذا العيد، اعتاد أهلها أن يسيروا على الأقدام نزولا من مصيفهم إهدا إلى كنيسة السيدة الأثرية وسط الحي القديم في صغرتة ليلتقوا في باحتها. استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التيني النائب علي بزي، حيث تسلم دعوة قيادة حركة أمل للمشاركة في المهرجان الخطابي الكبير بمناسبة الذكرى السنوية 39 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الذي سيعقد بتاريخ 30 آب في طريق المطار الكوكودي جانب ملعب الأنصار. رأى رئيس الحزب الديمقراطي نائب طلال أرسلان أنه من المستحيل النهوض في هذا البلد في ظل النظام السياسي، وخلال حفل عشاء سنوي أقامته وحدة بيصور في الحزب الديمقراطي اللبناني، دعا أرسلان الوزراء والنواب الدروز للاجتماع لوضع مذكرة خطية ترفع إلى المراجع المعنية والمؤسسات الدستورية لمواجهة الحرمان الوظيفي والإنمائي، كما قال مشيرا إلى أنه في ظل التركيبة الطائفية القائمة فإن أصعب ما يواجه القوى السياسية في الجبل هو تأمين الوظائف للشباب في القطاعين العام والخاص. منطقة فنيدق تدخل ضمن المناطق السياحية بعد طول حرمان. بعد إدراج القموعة وعرقة ضمن المناطق السياحية في لبنان، افتتحت جمعية جيل الأمل مركز الإرشاد السياحي في فنيدق القموعة برعاية بلدية الفنيدق وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور نواب المنطقة وفعالياتها الاجتماعية. وكان قد تحدث رئيس البلدية عن أهمية هذا المركز وقطع عهدا كمجلس بلدي بمواصلة الحركة من أجل المزيد من التنمية والعطاء. منطقة عكار هي منطقة تعاني من الحرمان المزمن، ونحن نعلم بأن مسؤولية رفع الحرمان تقع على عاتق الجميع. والحقيقة نحن بالسادة هذه الأدوار لم تكن تتكامل، يعني كان كل شخص عم بيشتغل ربما لوحده
عم بيعمل بعض الإنجازات، ولكن هذه الأدوار لم تكن تعمل بصورة متكاملة. وبعتقد من هالمنطلق أنا كنت من أكثر المشجعين لظهور الجمعيات وفعالية المجتمع المدني، لأنه نحن بنعرف المجتمع المدني في ظل وضع الدولة والوضع المالي للدولة وتقصير الدولة، هذه الجمعيات يمكن أن تسد نوعا ما بعض العجز في موضوع التنمية. بعد ذلك كرمت جمعية جيل الأمل أفراد ومؤسسات كانت داعمة لمسيرة الجمعية، وتم توزيع دروع تقديرية لهم. بعد الإعلان اشتعال حرب التهديدات بين كوريا وواشنطن. مرحبا بكم من جديد. أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الرئيس كيم جونغ أون قد درس لفترة طويلة خططا لإطلاق صواريخ باتجاه المياه القريبة من جزيرة جوام الأمريكية في المحيط الهادئ. وتفقد كيم جونغ مركز قيادة القوى الاستراتيجية المسؤولة عن الوحدات الصاروخية، حيث درس الخطة مع قادته العسكريين. وبحسب الخطة التي نشرت بيونغ يانغ تفاصيلها الأسبوع الماضي، فأنه سيتم إطلاق 4 صواريخ بصورة متزامنة ستعبر فوق اليابان. في المقابل حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماثيس من أن إطلاق الصواريخ قد يؤدي سريعا إلى حرب، فيما رأى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن اختبارات كوريا الشمالية الباليستية الأخيرة والتهديد بضرب الولايات المتحدة صعدت التوتر لدرجات لم نختبرها منذ الحرب الكورية. أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في جلسة برلمانية أن إيران يمكن أن تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية خلال ساعات، وذلك إذا ما استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات جديدة. إذا رغبت أمريكا في العودة للتجربة فستعود إيران قطعا خلال فترة قصيرة، ليس أسبوعا أو شهرا بل خلال ساعات، لأوضاع أكثر تقدما مما كانت قبل بدء المفاوضات. العالم يرى بوضوح أن أمريكا تتجاهل الاتفاقيات الدولية في ظل ترامب، فهي إضافة إلى تقويض الاتفاق النووي تنصلت عن التزامها باتفاقية باريس واتفاق كوبا. إن الولايات المتحدة ليست شريكا جيدا ولا مفاوضا يعتمد عليه. حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير لوبيز من أن الولايات المتحدة تسعى إلى سرقة احتياط النفط في بلاده، ويمكنها أن تزعزع الاستقرار في المنطقة. وخلال زيارته إحدى القواعد العسكرية، وصف لوبيز تهديد فنزويلا باستخدام القوة بالجنون والهذيان، مؤكدا أن واشنطن أعجز من أن تقوم بأي خطوة من هذا النوع. وقال لوبيز إن الإمبرياليين في أمريكا الشمالية قد نزعوا أقنعتهم وتوجهوا مباشرة نحو القيام باعتداءاتهم العسكرية. ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا فيضانات عارمة ضربت فريتاون عاصمة سيراليون إلى أكثر من 300 قتيل. ولفت المتحدث باسم الصليب الأحمر في سيراليون إلى أن الحصيلة قد تواصل ارتفاعها في وقت لا يزال فريقه يحصي الأضرار في المناطق المنكوبة في المدينة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة المنازل وتسببت بانزلاق التربة، فيما أكد أن فريق الإنقاذ قد انتشل أكثر من 300 جثة. وكان سفح جبل في منطقة قد انهار في وقت سابق عقب هطول أمطار غزيرة. كان في الظهيرة بري يدعو إلى حرب كونية على الإرهاب. جنبلاط لمعالجة الهدر قبل الموازنة. كيلومترات قليلة ويطبق الجيش السوري على داعش في ريفي حمص وحماة. أخيرا روحاني تتخلى عن الاتفاق النووي خلال ساعة. الولايات المتحدة أمريكا. النشرة انتهت. الملتقى الإخباري المقبل يتجدد في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.